Endodontic mishaps. زي أي field من الدنتستري الكلينيشن هيواجه unwanted situation during a root canal treatment اللي affect the prognosis of the endodontic therapy. الأكسيدنس أو البروسيدور أكسيدنس اللي بتحصل دي كلها اسمها endodontic mishaps. Accurate diagnosis ومع proper case selection مع adherence للbasic principles للendodontic therapy كل ده بيعمل prevention ليحصل procedure accident. لكن لو أي endodontic mishap هتحصل لازم إن أنا أعرف الpatient about the incidence والnature of the mishap, the procedures عشان أصلحها, كمان the alternative treatment options والprognosis بتاعة the affected tooth. المسهابس عبارة عن unfortunate occurrence that happened during the treatment, some due to inattention while others unpredictable. المانجمنت ستيبس detection وبعدين بشوف لها correction treatment, prognosis will prevention. The endodontic mishaps may have consequence. The prevention هو اللي هيكون the best option سواء كان للpatient أو للdentist. Knowledge للetiological factor involved في الendodontic mishap essential أو necessary للprevention. Recognition للprocedure accident هي دي the first step علشان أقدر أعمل بعد كده المانجمنت. الإندودونتيك مسهاب كلاسيفيكيشن أول حاجة اللي بتحصل أثناء الأكسس سواء تريت ذا رونج توث ما عملتش دايجنوزس مظبوط مسد كانال نتيجة إن أنا عملت أندر إكستندد أكسس كافيتي كومبرومايز ذا إنتجريتي أوف ذا إكزيستينج ريستوريشن أو عملت سوبرا كريستال بيرفوريشن أو كراون روت فراكتشر. تاني step أو تاني types الinstrumentation related over أو under instrumentation ledge formation وبيندرج تحت الليدج زي ما هقول بعد شوية zapping وقلبه في perforation instrument separation والcanal blockage. تالت types الobturation over or under felling nerve paresthesia vertical root fracture و post space perforation. Miscellaneous irrigation related tissue emphysema instrument aspiration أو ingestion. الaccess related mishaps أول حاجة treat the wrong tooth زي ما قلت الخطوات إن أنا بعمل بس بشوف الإتيولوجي عملت misdiagnosis أو wrong isolation. في دكاترة بعد ما بيعملوا الدياجنوزس ويجوا يحطوا الرابر دام كلامبس يروحوا حاطين الكلامب على الرونج توس. الديتكشن ان البيشنت هيجي بنفس الساين والسيمتومز موجودة ما راحتش بسبب ان انا عملت روت كانال تريتمنت. كمان ان الكوركشن لازم ان انا اعالج السنة بعملة المشكلة للبيشنت والprevention ان انا اعمل correct diagnosis ان انا ساعات الجأ ان انا اعمل marking للتوس يعني هعلمها علامة باي حاجة اعرف ان دي سنة وانا بعمل isolation بالرابر دام اعرف ان السنة دي هي دي اللي هعمل لها التريتمنت. ده شكل marking of the tooth during التريتمنت. تاني مسهاب المسد كانال. المسد كانال contribute في الendodontic failure لأن hold tissue debris بكتيريا وأي other irritant. التوث should be retreated first لو الendodontic failure حصل قبل ما أنا ألجأ للendodontic surgery. الإتيولوجي lack of thorough knowledge للroot canal anatomy and its variation. Inadequate access cavity preparation. Detection lack of centering lil access cavity. Common site lil missed canal during the canal exploration. لو الكانال not centered في الروت اعرف ان فيه لازم ادور على الاكسترا كانال.
في several teeth عندها predisposition ان يكون فيها extra canal اللي دايما بيحصل لها missing لو مش explored accurately. وانا بعمل التريتمنت زي مين؟ زي المجزيلري بريمولر اللي ساعات بيبقى عنده 3 كانالز ميزيوباكال ديستوباكال والبالاتال. او المجزيلري فيرست مولر ساعات بلاقي عنده 4 كانالز. والمانديبولر انسايزرز ممكن يكون عندهم 2 كانال. المانديبولر بريمولر بيبقى عنده كومبلكس روت اناتومي من اول كانال واحده لممكن 4 كانالز. مانديبولر بريمولر ساعات بيبقى عنده الاكسترا ميزيال والديستال كانال الريدكس انتومولاريس والريدكس بارامولاريس. المسد كانال لازم اعمل لها كوركشن ان انا تريت الكانال. المسد كانال ممكن لوكيتد عن طريق الراديوجراف او الماجنيفاينج لوب او الميكروسكوب الاكوريت اكسس كافيتي بريباريشن او استخدام الالتراسونيك او الداي زي الميسيلين بلو او الصوديوم هايبوكلورايد. الصوديوم هايبوكلورايد وانا بعمل كليننج وشيبينج بعمل بحط في البالبيت شامبر بخليه فيلد بالصوديوم هايبوكلورايد. لو لقيت فيه بابلز بتظهر ده انديكيت ان يا اما في ريزيديوال تيشو موجوده في المسد كانال او ريزيديوال كيليتور في البريبيرد كانال. دي اعرف ان هي في مسد كانال اول ما بلاقي البابلز اللي موجوده من الصوديوم هايبوكلورايد. والتيست ده بسميه شامبين تيست. عشان اعمل بريفنشن ان ما يكونش فيه مسد كانال لازم اعمل جود راديوجراف ديفرنت انجوليشن الهوريزونتال انجوليشن. لازم يكون عندي جود اليمينيشن وماجنيفيكيشن زي اللوب والمايكروسكوب. لازم يكون في ادكوت اكسس كافيتي بريباريشن وده طبعا بيتعمل من خلال النوليدج للاناتومي. الكلينيشن لازم لوك فور اديشنال كانال في افري توث بينج تريتد. بالنسبه للبروجنوزس بتقل السكسس على حسب كان تايب 2 او 3. لو كان تايب 2 يبقى البروجنوزس اعلى شويه لاني انا وصلت للابيكال فورامن. لان زي ما احنا عارفين تايب 2 فوين كلاسيفيكيشن ان هي 2 اورفيسز 2 كانالز و 1 ابيكال فورامن. معنى كده ان انا نظفت كويس الكانال الاولانيه وصلت بيها للابيكال فورامن فبالتالي عملت اوبتوريشن وعملت سيل كويس. البروجنوزس هيكون احسن من المسد كانال تكون تايب 3 يعني سيبرت كانال يعني من اول الاورفيس لغايه الايبكس ما اتعملهاش كليننج اند شيبنج ونوت سيلد بالاوبتوريشن. زي ما احنا شايفين when classification in type 2 ده 2 canals لكن ended for one apical foramen. type 4 عندهم 2 apical foramen فده بيخلي البروجنوزس اقل. زي ما احنا شايفين type 1 البروجنوزس بتاع type 2 غير type 3. ده طبعا تايب 3 لو المسد كانال ما تعملهاش تريتمنت البروجنوزس او هيحصل فيلير بنسبه كبيره جدا. ده تايب 4 ده تايب 3 تايب 4. من ضمن الاسباب ان يكون في مسد كانال اندر اكستندد كافيتي او نوت فليرد كافيتي زي ما احنا شايفين فبالتالي ما بيحصلش اكسبوجر لكل الاورفيس وما بقدرش ان انا الاقي لوكيشن لكل الاورفيسز. بالنسبه ازاي ان انا اعمل ديتكشن للاكسترا كانال عندي التكنيك اللي هو سلوب السيم لينجوال اوبوزيت باكل في الراديوجراف اقدر من خلاله اعرف
اللوكيشن او البريزنس بتاع الكنال في انهي دايركشن. زي ما اتفقنا ان انا لو عملت ميزيال شيفت اللي هيتحرك ميزيالي هو اللينجوال، البعيد هو اللي هيتحرك مع الدايركشن بتاعه الشيفت. زي ما احنا شايفين بالنسبه لللور مولر ساعات بيكون عنده يا اما 3 كانالز او 4 كانال، وبالنسبه للماكسيلري مولرز بيكون عنده الام بي 2. لازم ان انا اكون عامله من الاوبجكتيفز بتاعه الكورونال اكسس كافيتي بريباريشن ان انا اكون عامله لوكيشن لكل الاورفيسز اللي موجوده في التوس. بالنسبه لثالث تايب الكومبرومايز الانتجريتي اوف ذا اكزيستنج ريستوريشن، لو كان البيشنت حاطط بورسلين كراون ممكن ان انا اعمل بورسلين كراون شيبينج نتيجه الكاتنج او وانا بحط الرابر دام ابلكيشن. الكوركشن ان انا هعمل يا اما لو اللي ينفع ريبير للكراون او ريكونستراكشن، البريفنشن كراون ريموفال وانفورم ذا بيشنت. دي صوره للبورسلين كراون شيبينج. الاكسس كافيتي كورونال بيرفوريشن سواء كان سوبرا كريستال او فوركيشن بيرفوريشن، البيرفوريشن دي انديزايربل كوميونيكيشن ما بين البالب سبيس والاكسترنال توث سيرفيس. البرفوريشن ممكن تحصل وانا بعمل الروت كانال تريتمنت من اول الاكسس كافيتي لحد الكليننج اند شيبينج. اكوردنج للجلوسري اندودونتيك تيرم البرفوريشن دي عباره عن ميكانيكال او باثولوجيكال كوميونيكيشن ما بين الروت كانال سبيس او سيستم والاكسترنال توث سيرفيس. ممكن تبقى سيرفايكال ميد روت ابيكال ديبند على السايت اوف البرفوريشن. لو كانت الاكسس كافيتي البرفوريشن الاتيولوجي بتاعها ان هو نتيجة lack of knowledge للفلور دبس، بعرفه يا اما عن طريق البليدنج دايركت او اندايركت او بالراديوجراف عن طريق ان انا هحط فايل واخد راديوجراف واشوف الفايل برا التوس. بالكوركشن ممكن ان انا اعمل لها ريبير انترا كورونال عن طريق perforation repair material من غير ان انا احتاج لسيرجيكال intervention. لازم اكون قادرة احدد ان perforation دي ممكن ان انا اعمل لها repair من خلال التوس او انترا كورونال، ودي اتروماتريك بروسيديور علشان اعمل perforation repair من غير ما احتاج ان انا اعمل فلاب او سيرجري. طرق ان انا اعرف في perforation ولا لا ان انا احط instrument واخد periapical radiograph او عن طريق paper point لما الاقي عليها bleeding او sudden appearance للbleeding او complain للpatient ان في pain اول ما instrument touch periodontal tissue. في فاكتور كتيرة بتأثر على perforation repair سواء كانت اللوكيشن، لو البرفوريشن موجودة عند الالفلر كريست او كرونال لي البروجنوزس هيبقى very poor لان في epithelial migration وperidontal pocket formation. البرفوريشن اللي موجودة في الفوركيشن اريا برضو عندها poor prognosis. البرفوريشن اللي موجودة في الميد روت والابيكال روت دي ما بيبقاش عندها communication مع الاورال كافيتي وبالتالي بيكون عندها good prognosis. برضو السايز بيأثر على البروجنوزس للبرفوريشن، كل ما كان البرفوريشن سمول كل ما كان فيه less
tissue destruction و inflammation كل ما كان better prognosis than a large size perforation. كمان الفيزابيليتي والاكسسابيليتي بتأثر على البرفوريشن ريبير. وبرضو من الفاكتور المهم التايم، البرفوريشن لازم يحصل لها ريبير as soon as possible علشان امنع السالكولر بريك داون. الاسوشيتد بيريدونتال كونديشن، لو الاتاتشمنت اباريتوس انتاكت من غير بوكيت فورميشن بعمل نون سيرجيكال ريبير. In case of loss of attachment, a surgical treatment لازم should be planned. بالنسبة للاستاتيك بيأثر على البرفوريشن ريبير والماتيريال اللي أنا بستخدمها عشان أعمل ريبير للبرفوريشن. مهم جدا إن الماتيريال اللي بستخدمها للبرفوريشن ريبير تعمل جود سيل وليها requirement إن هي تكون adhere لل preparation wall of the cavity, seal the root canal system, ما تكونش toxic, easy to handle, radio opaque عشان اشوفها في الاكس راي, dimensional stable, well tolerated by the periradicular tissue, non absorbable, not corrode, not affected by the moisture, not stain the periradicular tissue. طيب كتيرة من الماتيريال اللي ممكن اعمل perforation repair بيها زي الانديوم فويل، زنك اوكسايد ايجينول، انترميديت ريستوراتيف ماتيريال، والكافيت والجلاس اينومر والامالجام والبلاستر اوف باريس والكالسيوم هيدروكسايد والدنتين شيبس والهيدروكسي اباتايت والديكالسيفايد فريز دراي بون، كالسيوم فوسفيت سيمنت والبورتلاند سيمنت، الام تي اي والبايودنتين والبايو اجريجيت والاندو سيكونس. كل ده اقدر ان انا استخدمهم في البرفوريشن ريبير، بس من افضلهم هو الام تي اي لانه اوسيو كونداكتيف واوسيو اندكتيف ماتيريال بايو كومباتيبل. كنا قلنا عليه قبل كده في الاوبتوريشن ان هو بايو اكتيف ماتيريال انتروديوس عن طريق دكتور ترابنجاد سنة 93. افيلابل عن طريق نوعين جراي ووايت ام تي اي، بيتكون من بورتلاند سيمنت وبيزماس اوكسايد وجيبسم. الام تي اي عنده ادفانتج ان فيه هايجروسكوبيك سو ات ريكواير مويتشر ان يحصل له سيتنج، بايو كومباتيبل راديو اوبيك، عنده اكسلنت سيلينج ابيليتي. البروبلمز مع الام تي اي بتتضمن ان هو difficult handling characteristic عشان هو sandy in nature اثناء الماكسينج، عنده long setting time وبيحصل discoloration من خلال الجراي ام تي اي. بالنسبة للمانجمنت للبرفوريشن، المانجمنت للبرفوريشن هنتكلم دلوقتي عن الكورونال سيرد الانتيريور تيس. الاستاتيك ده حاجة مهمة جدا، بستخدم كالسيوم سلفيت بارير مع الكومبوزيت او الجلاس ايونومر سيمنت والوايت ام تي اي عشان اعمل بي برفوريشن ريبير. اما البوستيريور تيس الاستاتيك ما بتبقاش مين كرايتيريا، ممكن استخدم الامالجام او السوبر اسوكسي بنزويك اسيد او الام تي اي. اما بالنسبه للميد روت بيرفوريشن، ممكن ان انا اعمل السكسس بتاع البيرفوريشن ريبير بيعتمد على الهيموستيزس اللي بعمله والاكسسابيليتي والفيزابيليتي والسلكشن للبيرفوريشن ريبير ماتيريال. لو الديفكت كان سمول والهيموستيزس كان بي اتشيفد، البرفوريشن سيل وريبير اثناء الثري دايمنشنال اوبتوريشن للروت كانال. لكن لو كان البرفوريشن ديفكت لارج والمويستشر كنترول ديفيكلت، لازم ان انا احضر الكانال قبل ما اقفل البرفوريشن. في كمان internal matrix concept للريبير بتاع ال inaccessible strip perforation باستخدام المايكرو سيرجيكال تكنيك. الكونسبت ده بيستخدم ماتريكس كنترول الماتيريال وبيمنع الاوفر فيلنج للريبير ماتيريال، زي ما يكون كده دام او حاجه بتحط حط علشان تمنع الاوفر فيلنج للريبير ماتيريال عند البيري راديكولار تيشو. الماتيريال تو بي يوزد از ا ماتريكس لازم تكون بايو كومباتيبل، لازم تكون ستيموليت الاوستيوجينيسيس.
التكنيك للبليسمنت اوف الماتريكس لازم اعمل هيموستيزس واوقف الدم، احط الفايل، احط سيلفر كون او جتابركا في الكنال علشان اكون محافظة على البيتنسي الماتريكس او الاتش اي او الهيدروكسي اباتايت ماتريكس بارتكل ويت بالسالاين علشان يعمل لي كلامب، بعد كده بحطه في البرفوريشن واعمل كوندنسيشن بالبلاجر. اكسس ماتيريال بشيله من خلال الاكسكافيتور لحد الليفل بتاع البريدونتال ليجمنت، بعد كده بالبير بستخدمه ان هو بريبير البرفوريشن سايت تو ريسيف الماتيريال. عن طريق الفلات انسترومنت ببدا احط الريستوراتيف ماتيريال عشان تعمل ريبير للبرفوريشن. اما البرفوريشن اللي موجوده في الابيكال ثيرد اوف الروت كانال، التايب اوف البرفوريشن بعملها يا اما ريبير سيرجيكال او نون سيرجيكال. النون سيرجيكال ريبير دي ببدا بيها قبل ما الجا لاخر طريقه عندي اللي هي السيرجيكال. الام تي اي هي التشويس للماتيريال عشان اعمل بيها بيرفوريشن ريبير. بعملها ازاي؟ بعمل دراي الروت كانال ببيبر بوينت، بعمل ايزوليت للبيرفوريشن سايت، بجهز الام تي اي ماتيريال واعمل لها كوندنسيشن جوه البيرفوريشن سايت باستخدام البلاجر او بيبر بوينت تكون سايز كبير. During الـ MTA placement الـ 5 بحط الفايل جوه الكنال عشان يحافظ لي على البيتنسي بتاعة الكنال، وابدأ أحرك up and down لحد الـ MTA ما يحصل لها setting. It's done to avoid the file getting frozen into the MTA. ببدأ أحط temporary restoration عشان أعمل sealing للشامبر، وفي next appointment ببدأ أعمل الobturation. البريكوشن عشان امنع البرفوريشن لازم اكون عامله ايفالويت الاناتومي اوف التوس قبل ما ابدا الاندودونتيك ثيرابي. بستخدم سمول فليكسيبل فايل لما يكون عندي كيرفد كانال، ما بعملش سكيب للفايل سايز، بعمل ريكابيتوليت بسمولر فايل، كونفيرم الوركينج لينس ومنتين الانسترومنت عند الوركينج لينس. بستخدم الانتي كيرفيتشر فايلنج تكنيك في الكيرف كانال عشان اشيل الدنتين. بعمل مينيمايز الاوفر يوز للجيت سجلدن اثناء الكيرف كانال. لما يكون عندي كيرف كانال بحاول ان انا ما استخدمش الجيت سجلدن تو ديب او تو لارج. افويد الاوفر يوز للكيليتنج ايجنت زي الاي دي تي اي او لارجر ستيف فايل عشان ما اعملش الايرور زي الليدج والكنال بلوكج. دي شكل السوبرا كريستال بيرفوريشن والفوركيشن بيرفوريشن. عملت ديتكشن للبيرفوريشن السوبرا كريستال بيرفوريشن من خلال الفايل، وان انا اخدت بيري ايبيكال راديوجراف. ودي فوركيشن بيرفوريشن اتعمل لها ريبير بريبير ماتيريال او بيرفوريشن ريبير ماتيريال. بالنسبة للكراون روت فراكتشر، ده الاتيولوجي بيكون بري اكزيست كراك مع الاكسس مع الشوينج موفمنت للبيشنت. الديتكشن ان انا هلاقي جزء فيه موبيليتي، الكوركشن ان انا هشيله وابدا اعمل الايفالويشن. لو تشيزل فراكتشر بشيل الموبايل بارت، بعمل سبورت بالكابر باند اثناء التريتمنت، او ان انا اعمل اكستراكشن لو كان الليفل بتاع الفراكتشر نازل لحد الابيكال بارت اوف ذا روت. البروجنوزس ان بريدكتبل، كل ما كانت الانتاكت توس اكبر كل ما كان البروجنوزس احسن. بريفنشن ان انا هقلل الاوكلوجن وأفايد الأوفر إكستندد أكسس كافيتي. زي ما احنا شايفين التايبس أوف كراون روت فراكتشر من أول الكراكس لحد فيرتيكال روت فراكتشر. إن شاء الله هناخد في محاضرة تانية أنواع الكراكس والفيرتيكال روت فراكتشر.
بالنسبة للإنسترومنتيشن ريليتد مسهابس الأوفر إنسترومنتيشن أو الإكسترنال ترانسبورتيشن لأني نقلت الأبيكال فورامن لمكان تاني. أسبابه أن أنا عملت إكسسيف إنسترومنتيشن أو أوفر فليرينج بياند الأبيكال كونستركشن، عملت فيوليشن للبريدونتال ليجمنت والألفولر بون، لوس للأبيكال كونستركشن عملت لي أوبن أبيكس بإنكريز الريسك للأوفر فيلينج، لاك للأديكوت أبيكال سيل، البين والديسكومفورت للبيشنت. أوفر إنسترومنتيشن بعرفه من خلال الهيموريدج في الأبيكال بورشن أوف ذا كانال، سواء معاه بين ديسكومفورت بيشنت ديسكومفورت أو لا. كمان التكتايل ريزيستنس للباوندري بتاعة الكنال سبيس هيحصل لها لوست. ممكن ان انا اعمل كونفيرميشن ان انا هاخد راديوغراف انسرتنج البيبر بوينت ان ذا كنال. عشان اعمل تريتمنت للاوفر انسترومنتيشن هعمل ري استابليش للوركينج لينس، كيرفلي اوبتوريت ذا كنال عشان امنع الاكستروجن للفيلينج بياند الابيكس. في تكنيك تاني عشان امنع الاوفر اكستروجن للفيلينج ان انا هديفلوب ابيكال بارير، هعمل MTA ابيكال بلاج، يعني هقفل الجزء الابيكال بسداده عن طريق استخدام ماتيريالز كتيره زي الدنتين شيبس، كالسيوم هيدروكسايد، هيدروكسي ابيتايت والام تي اي. عشان اعمل بريفنشن للاوفر انسترومنتيشن هعمل فولو للبايوميكانيكال رولز، هستخدم جود راديوجرافيك تكنيك، اكوريت ديترماين ذا ابيكال كونستراكشن للروت كانال، بستخدم ساوند ريفرنس بوينت، ستيبل انسترومنت ستوب، اعمل مينتين لاول الانسترومنت وزن الروت كانال سيستم، اوكلوزال التريشن قبل ما اعمل ديترمينيشن للوركينج لينس، مغيرش ما بعملش ريدكشن في انسايزال ايدج غير لما اكون مش اخده الوركينج لينس. اول ما اخد الوركينج لينس مغيرش خالص في اللينس بتاع الكراون. انترميتنت راديوجرافيك كونفيرميشن للوركينج لينس، كونفيرم الزا انتجريتي اوف ذا ابيكال ستوب عن طريق البيبر بوينت. تاني انسترومنتيشن ريليتد مسهابس هو الليدج او الانترنال ترانسبورتيشن. انا عملت ترانسبورتيشن للفورامن لكن جوه الروت كانال سيستم او جوه الروت. الليدج ده عباره عن artificial created deviation للروت كانال وول، prevent the endodontic instrument to establish a working lens في البيتنت كانال. بالنسبة للإتيولوجي by forcing straight instrument short للworking lens خصوصا في الكيرفت كانال، أو rotate file عند الworking lens هيعمل لي deviation عن الناتورال كانال pathway، straightening للكنال وcreation للليدج في الدنتينال وول، rapid advancement للفايل سايز او escape للفايل سايز، استعجال من الدنتست انه يعمل rapid cleaning وshaping، identification او detection للليدج formation اول ما الاقي loss of tactile sensation في التب بتاع الانسترومنت، lose the feeling instead of binding عند الابيكس، الانسترومنت مش هيوصل للوركينج لينس. لما يكون في شك ابدا اعمل راديوجراف واحط الانسترومنت جوه الكانال. بالنسبه للتريتمنت عشان نيجوشيت الليدج لازم اختار سمول نمبر 5 تقريبا رقم 10، وبعمل له سمول بند بتنيه عند التب، وببدا ان انا بنتريت الفايل كيرفلي في الكانال. اول ما التب بتاع الفايل ابيكال للليدج move in and out للكنال، بستخدم ultra short push pull movement لحد ما اوصل لباقي الكنال. اول ما الفايل move freely ببدأ ان انا احركه clockwise لحد ما يوصل لباقي الكنال epical. اول ما عملت bypass للليدج الافورت بقى بتتجه ان انا اعمل establish الpatency file الepical patency بنمبر 10 فايل.
عشان اتجنب حدوث الليدج بستخدم ستانلس ستيل بيتنسي فايل عشان ديترماين الكانال كيرفيتشر اكوريت ايفالويشن للراديوجراف والتوس اناتومي بري كيرف الانسترومنت لما يكون في كيرف كانال باستخدام فليكسبل ناي تاي فايلز بالنوليدج وبالراديوجراف وبالفايلز اقدر ان انا اتجنب حدوث الليدج البروجنوزس بيقل لما بيكون مثلا السايز بتاع البريباريشن صغير يعني لسه ما كنتش عامله كليننج وشيبنج للكنال السنه بتكون نيكروتيك طبعا البروجنوزس وحش لاني انا سايبه الجزء تحت الليدج مليان نيكروتيك ديبري لازم ان انا اوصل للوركينج لينس دي صورة بتبين لنا الليدج ان انا عملت internal transportation دي صورة بعد ما عملت correction للليدج والفايل دخل للفول working lens ودي صورة لhow to manage الليدج ان انا عملت curvature small bend في small file size 10 ودخلته جوه الروت كانال وبدأت ان انا ادخل الفايل عشان يبقى في الباس اوف الكانال لحد ما يوصل للفول وركينج لينس في انواع كتيرة من الليدج اللي هو ديفيشن عن النورمال كانال اناتومي زي الزيبنج الزيبنج ده عبارة عن ترانسبوزيشن للابيكال بورشن اوف ذا كانال نتيجة امبروبر شيبنج تكنيك الترم ببدأ ان انا اقول عليه شكل الهاور جلاس شيب او الفورامن ريب او التير دروب شيب الاتيولوجي ان هو فيلير ان انا ما عملتش بري كيرفيتشر للفايل فورس الانسترومنت في الكيرفت كانال في الزابنج الابيكال فورامن تند تو بيكام تير دروب او اليبتيكال ترانسبورتد من الكيرف اوف ذا كانال الفايل بيتحط في الكيرف كانال cut more في الاوتر portion of the canal wall عند الابيكال extension والinner most portion للكانال wall في الكورونال third causing an even reduction للدنتين بيشيل من اماكن زيادة عن اماكن لما الفايل روتيت في curved canal biomechanical defect بيعمل elbow form coronal للelliptical shape apical seat the narrowest portion of the canal. In many cases, the obturating material terminate عند الالبو بتسيب كل المكان unfilled اللي هو الزبد كانال apical للالبو وده common occurrence مع lateral compaction technique بتاع الجتبرك لكن في ال vertical compaction of warm جتبركة أو thermoplasticized جتبركة ايديال في الحالات دي ان انا اعمل كومباكت لسوليد كور ماتيريال جوه الابيكال بريباريشن من غير ما استخدم اكسسيف اماونت اوف سيلر هعمل بريفنشن ازاي ان انا هستخدم بري كيرف فايل او انكريمنتال فيلينج تكنيك بستخدم فليكسيبل فايل بشيل الفلوت اوف الفايل في سيرتن اريا يعني الفايل بورشن ميك كونتاكت مع الاوتر دنتينال وول عند الابيكس وبورشن بيعمل كونتاكت مع الانر دنتينال وول سبيشالي في الميد روت اريا او ان انا اعمل اوفر كيرف في الابيكال بارت اوف ذا فايل وين وركينج لما يكون في حالات السيفيرلي كيرفد كانال الالبو تعريفه ان هو النارويست بورشن اوف ذا زبد كانال بيحصل في الميدل اوف ذا كيرف في الكنال اللي فيها كيرفيتشر التايب اوف بريباريشن بينتج ان في انسفيشنت تيبر وفلو بيخلي الكليننج والشيبنج والابتوريشن فيري ديفيكلت بالنسبه للراديكولار بيرفوريشن الايتيولوجي ان انا بستخدم تو لارج او تو لونج انسترومنت او عملت اوفر فليرنج بالنسبه للسيرفايكال الديتكشن ان انا بشوف دايركتلي او عن طريق الميكروسكوب في بين في بليدنج من عن طريق الراديوجراف او الابيكس لوكيتور الكوركشن عن طريق لو كانت سمول اريا من البرفوريشن هعمل لها سيل انترا كورونال
لو كانت large it may be necessary to seal first من الانسايد بعد كده بالسيرجي بعمل exposure للإكسترنال aspect of the tooth بعمل repair للدامج tooth structure عن طريق ال MTA أو ال جيري ستور كل دي modification من ال MTA أو ال biosceramic material. بالنسبة للprevention إن أنا هعمل correct access وبالknowledge وبالراديوغراف وباستخدام الانتيكيرفيتشر فايلينج وإن أنا أعمل careful use للروتري instrument وأفويد ذا لارج instrument. البروجنوزس في فاكتورز كتيرة بتأثر على البروجنوزس قلناها في الاكسس ريليتد mishaps. ده periapical radiograph حصل perforation repair في cervical portion بعد كده عمل follow up بعد 18 months لقى في healing والكل الراديولوسنسي بقت repair بديبوزيشن للبون. بالنسبة للإتيولوجي too large أو long instrument especially في ال curved canal. بالنسبة للميد روت سواء كان lateral أو strip بلاقي في pain, bleeding, sealing في الستريب perforation بيبقى difficult سواء كان non-surgical أو surgical. البريفنشن عن طريق الانتيكيرفيتشر فايلينج وكيرفل يوز اوف روتري انسترومنت وافويد ذا لارج انسترومنت. ودي صوره بتوضح الدينجرس زون من خلال المانديبولر مولر ودي علشان تبين ان في أثناء الانسترومنتيشن لازم نخلي بالنا من الدينجرس زون علشان ما نعملش ستريب بيرفوريشن. الستريب بيرفوريشن بقدر اعمل لها ديتكشن من خلال البيبر بوينت ان انا هدخل البيبر بوينت هلاقي بليدنج مكان السايد اللي فيه البيرفوريشن. دي بيرفوريشن ميد روت بيرفوريشن اتعمل لها بيرفوريشن ريبير. الاتيولوجي خصوص بتحصل في الكيرفت كانال فولو الليدج لو انا ما عملتش ديتكشن ايرلي للليدج وكملت هعمل ميد روت بيرفوريشن باستخدام تو لارج او تو لونج انسترومنتس. الاتيولوجي في الابيكال اوفر اكستنشن او ابيكال ترانسبورتيشن ديتكشن من خلال البين والبليدنج والبيبر بوينت والتاكتايل سنسيشن والراديوجراف. الابيكال بيرفوريشن بعمل لها كوركشن سواء سيرجيكال او نون سيرجيكال. نون سيرجيكال عن طريق الابيكال بارير او الابيكال بلاج باستخدام الام تي اي والدنتين شيبس والهيدروكسي ابتايت. بريفنشن فولو البايوميكانيكال رولز والبروجنوزس مور سكسس زين المور سيرفايكال بيرفوريشن لانها بعيده عن الكوميونيكيشن مع الاورال كافيتي والتيشو فلويد. دي ابيكال بيرفوريشن زي ما احنا شايفين في البيبر بوينت البليدنج كان في الابيكال بورشن من البيبر بوينت اتعمل لها بيرفوريشن ريبير وعن طريق الفولو اب حصل هيلينج. رابع instrumentation related mishaps الكنال blockage. البلوكج عبارة عن obstruction في previously paid
ودي صورة للكنال بلوكج. خامس instrumentation related mishaps هو instrument separation والforeign bodies. instrument separation common و frustrating problem في endodontic treatment بيحصل نتيجة improper overuse للinstrument especially لما يكون working في curved أو narrow canals. الاتيولوجي بيكون variation from normal root canal anatomy, overuse لل damage instrumentation و overuse لل dull instrument. inadequate irrigation أو بستخدم excessive pressure وأنا بحط الفايل جوه الكنال. improper access cavity preparation غالبا بيكون ال under extended cavity preparation. الديتكشن إن أنا بلاقي short working lens بالتكتايل sensation وبالراديوجراف. بعمل management ازاي لما الانسترومنت فراكتشر بيحصل؟ باخد راديوجراف علشان اعمل evaluation الكيرفيتشر واللانس اوف ذا كانال والاكسسابيلتي اوف ذا انسترومنت واللوكيشن للسيباريتد انسترومنت والاماونت اوف الدنتين اللي موجود حوالين الانسترومنت. عشان اعمل correction للانسترومنت separation والفورين بودز بعمل على حسب اللوكيشن. ممكن اعمل باي باس او فايل باي باس تكنيك. الفايل ان هو الكي ان انا اعمل باي باس للفايل ان انا اعمل استابلتش ستريت لاين اكسس وبيتنسي بفايل 8 او 6. in order to get past the broken instrument fragment لازم اعمل سمول شارب بند عند الاند بتاع الفايل وابدا اعمل انسرشن للفايل سلولي carefully into the canal. when the negotiation occur بعد الفريجمنت لازم احس ان انا جبت كاتش. not remove the file at this point بستخدم small in and out movement بكوبيوس irrigation للكنال. وانا بعمل الموفمنت دي الفايل ممكن ان هو يبقى difficult to place the file to the same lens. use new file ب similar band و repeat the procedure. اول ما بيحصل patency بفايل 15 بعمل shift للكي ريمر بحط place pull rotate withdraw movement بدل الفايلينج موشن. كل مره الريمر روتيت هيديني clicking sound لان الفلوت brush against the file fragment. One must avoid place the instrument directly on the top of the broken file. ده ممكن يخلي الفايل push deeper وresult lost للpatency. لو الفايل كان visible at this point احسن ان انا استخدم small tip ultrasonic instrument او one-fourth turn withdraw type handpiece ان هي تعملي dislodgement وremoval للbroken file. ممكن اعمل كمان instrument retrieval يعني ان انا اشيل البروكن فايل. to remove the separate file لازم ان انا اكشفه الاول علشان اقدر اشيل الفايل لازم اعمل له exposure. ده بيحصل باستخدام modify gates gladden drill. الجيتس gladden بيحصل لها modification ان انا اشيل الجزء البوتوم هاف واعمله flat surface. perform crown down technique بالجيتس gladden drill. بعد كده بستخدم modify gates gladden عشان اعمل enlarge الكنال to a point the instrument located. this way in the platform created بيخليني اقدر اشوف البروكن فايل وكرييت فلات اريا من الدنتين سراوند الفايل فريجمنت. small tip ultrasonic instrument بستخدمها في counter clockwise motion عشان تعمل لي لوس للفايل. irrigation مع الالتراسونيك هتخلي الفايل يحصل له flush out. special instrument بستخدمها ان هي تساعدني في الريترايفل للسيباريت instrument في endo extractor, instrument removal system, wire loop technique, surgical removal للbroken instrument ومسرن كيت. اول ما الاقي في شايني بوينت وما فيهاش فلوتس في
هاند فايل يبقى الفايل ده لازم ديسكاردد وما استخدموش تاني جوه الكنال عشان اعمل بريفنشن للانسترومنت سيباريشن. بالنسبه للكيت اللي هتساعدني في الريترايفل سيستم، في عندي مثلا كيت ده عباره عن اكستراكتور موجود الانسترومنت تو بي ريترايف لوكد، ده عنده اند كاتن تريبن بير، عنده لارج وريجيد مين تو بي يوز اونلي في الكورونال بورشن للستريت كانال. الستبس بتاعت الريترايفل انسترومنت باستخدام مثلا كيت، هعمل اللارج الكانال اوريفيس باستخدام الراوند بير، وبعد كده بعمل ستريت لاين اكسس للفراكتشر انسترومنت باستخدام الجيتس جلادن دريل، ببدا اعمل موف اند كاتن التريبن بير سلولي في انتي كلوك وايز دايركشن لحد ما بعمل فري اوصل للفور مليمتر من الفريجمنت. البير كان بي يوز باي هاند او ريدكشن جير كونترا انجل هاند بيس. باخد الاكستراكتور واعمل سلايد ات اوفر الفري اند من الفريجمنت، بعمل فيرملي هولد الاكستراكتور ان بليس وروتيت السكرو هيد انتل الفريجمنت يحصل لها جريبنج. وانس جريب تايت بحرك الاكستراكتور في انتي كلوك وايز دايركشن عشان اشيل كل الروت كانال انسترومنت، وفي كلوك وايز دايركشن علشان اشيل الانسترومنت. كمان ممكن استخدم الاندو اكستراكتور، ده عباره عن سيانو اكريليت ادهيزف بحطه علشان يعمل لوك الاوبجكت في الاكستراكتور. التكنيك عامل زي التكنيك بتاع المسرن اكستراكتور، بس بستخدم سيانو اكريليت ادهيزف علشان يلزق مع البروكن فايل ويبدا ان هو يشده بره الكنال. في كمان انسترومنت ريموفال سيستم بيتكون من ديفرنت سايز مايكرو تيوب وويدج بدخله جوه السيباريت انسترومنت. المايكرو تيوب دي فيها 45 بيفل اند، بعمل ستريت لاين اكسس بختار مايكرو تيوب تدخل جوه الكنال والهيد بتاع السيباريت انسترومنت اكون شايفاه ويدخل جوه اليومن بتاع المايكرو تيوب. بعد كده بحط الويدج من خلال الاوبن اند بتاعه المايكرو تيوب كام ان كونتاكت مع السيباريت انسترومنت، بعد كده بعمل تيرن الويدج كلوك وايز عشان يعمل انجيجمنت للانسترومنت، وبعد كده بحرك المايكرو تيوب اوت اوف ذا كانال علشان تعمل لي ريترايفل للسيباريت انسترومنت. تكنيك كمان اسمه واير لوب تكنيك، بيتكون من بير والتراسونيك تيب ولوب عشان يشد الريموفال للبروكن انسترومنت. قبل الريموفال للفراكشر انسترومنت الكنال لازم يكون عامله لها انلارجمنت وستريت لاين اكسس وعامله اكسبوجر للانسترومنت. الجيتس جلادن دريل او الجريتر تيبر فايلز ممكن استخدمه، اول ما الفايل اكسبوز بشيله من خلال اللوب الموجود في الديفايس. كمان ممكن اعمل سيرجيكال مانجمنت عشان اشيل السيباريت انسترومنت، ده بلجأ للسيرجري لما يكون البروكن فايل تحت الكيرف. الفايل علشان اشيله نون سيرجيكال لازم يكون فوق الكيرف عشان اشوفه بالميكروسكوب، لكن طول ما الفايل تحت الكيرف وانا مش قادره اشوفه خلاص مش هقدر ان انا اشيله غير سيرجري. او الفايل فريجمنت نوت فيزيبل بيكوز اوف ذا كيرف روت او الانسترومنت في الابيكال بارت اوف ذا كانال وديفيكال تو ريترايف، ماتش اوف الدنتين او ماتش اوف الدنتين لازم ان انا اشيله عشان اشيل الفايل بروكن. بالنسبه للبروجنوزس بتاعه البروكن فايل ريموفال بيعتمد على التايم بتاع السيباريشن، حاله البالب تيشو، البوزيشن بتاع السيباريت انسترومنت والابيليتي تو ريترايف او باي باس الانسترومنت. السيباريتد انسترومنت مش السبب الاساسي للاندودونتيك فيلير، لكن السبب ان هو بيعيق الميكانيكال انسترومنتيشن للكنال وده هيسبب الاندودونتيك فيلير. الستاديز قالت ان لو الانسترومنت سيباريت ات ليتر ستيج من الانسترومنتيشن اكون خلصت الميكانيكال بريباريشن
والسيباريت فايل كان كلوز للابكس وعمل لي ابيكال سيل كويس, البروجنوزس هيكون احسن عن ما اكون مش عامله بريباريشن للكنال والفايل قصير عن الابكس او بياند الابيكال فورامن. عشان اتجنب ان الفايل يتكسر لازم اعمل اكزامينيشن لكل انسترومنت قبل ما بليسنج ات انتو ذا كانال. Always discard the instrument لما بيكون في bending للinstrument أو corrosion أو unwinding للفلود أو excessive heating للinstrument أو dull للinstrument. بس instead of using الكربون ستيل بستخدم الستانلس ستيل فايل, بستخدم smaller size of الinstrument only once, use instrument في sequential order, never force the instrument في الكنال, والكنال لازم تكون copious irrigated during the cleaning and shaping. Never use the instrument for dry canal. Always clean the instrument before placing it into the canal. Will debris collected ما بين الفلود retard the cutting efficiency وبتزود the fractional torque ما بين the instrument والكنال wall. Don't give excess rotation للinstrument while working with it. بالنسبة لآخر حاجة الobturation related mishaps, الover أو الunder extension root filling material. الunder filling ده obturation للroot canal هيكون أكتر short من 2 ملي من الراديوغرافيك apex. طب الاتيولوجي بيكون في inaccurate working lens, inadequate irrigation recapitulation أثناء البيوميكانيكال preparation, ده هيؤدي الaccumulation للدنتين شابس والتشو ديبري والكنال blockage وpresence للليدج. Inadequate removal للinfected necrotic tissue في الapical portion of the root canal نتج عنه persist bacterial infection وexist periapical pathosis. اتجنب ازاي الunder filling؟ ان انا obtain straight line access للapex, pre-curve the file قبل ما بستخدمه في الكيرف كانال, copious irrigation recapitulation للكنال واتين الابيكال patency ويوز الفايل في sequential manner. طب الاوفر فيلنج للروت كانال, الاوفر فيلنج ده زاد الفيلنج عن 2 ملي بياند الراديوغرافيك ابيكس. طب الاتيولوجي عملت اوفر انسترومنتيشن للروت كانال, inadequate determination للworking lens, incompletely formed root apex, inflammatory apical root resorption, improper use للreference point علشان اعمل measuring للworking lens. بالنسبة للover instrumentation, الover instrumentation precede الover filling, ده بيسبب risk للforce infected root canal content جوه الperiradicular tissue وimpair healing process. الoverfilling ممكن يعمل foreign giant cell reaction وact as foreign body support the formation of biofilm وبكتيريا. البروجنوزس الover الapical seal quality سواء كان over extension ولا overfilling ده أخدناه في الobturation وكان الفرق. الoverfilling إن أنا عملت over extension للfilling material بس قفلت كويس, عملت سيل كويس ازاي؟ كنت عاملة preparation و epical seal بس عملت excessive pressure وانا بعمل الcondensation. لكن الover extension انا مش عاملة epical seal كويس وعديت بالجتابركة beyond الapex, كمان عدى sealer وعدى auxiliary cone وكان في leakage. طبعا البروجنوزس بتاع الاوفر اكستنشن اوحش بكتير من الاوفر فيلنج. بالنسبه للاندر فيلنج هلاقي فيه راديولوسنسي على حسب بقى السايز, انا سبت التوس البالب تيشو كانت فايتال ولا نيكروتيك, قد ايه نيكروتيك تيشو بدات تعمل لي راديولوسنسي وريزوربشن للبون حوالين الروت. دي صوره للاوفر اكستنشن فيلنج, ان انا بعد ما عملت over extension ممكن بالسيرجري ابدا ان انا اشيل كل الover extended filling material. obturation related mishaps, النيرف paresthesia وده سببه ان extrusion للformaldehyde sealers
او over instrumentation و over extension او ان انا عملت surgery. Detection, sign و symptoms للpatient ساعات بيبقى permanent او temporary. بعمل correction ازاي؟ ان انا هديله كورتيزون او surgical decompression. طبعا في الحالات دي prevention better than treatment. دي صورة overextended filling material طبعا عملت pressure على النيرف وعملت نيرف paresthesia. تالت obturation related mishaps vertical root fracture ده ممكن يحصل at any phase of root canal treatment ناتج من wedging force within the canal. الاكسسيف فورس اكسيد البايدنج سترينث للاكزيستد دنتين هيعمل فتيج وفراكتشر. الكلينيك فيتشر بتاعه الفيرتيكال روت فراكتشر انه بيحصل في الفيشيو لينجوال بلين سادنلي بيحصل كرانشينج ساوند اكومباني مع البين ده الباثوجنوميك اوف الروت فراكتشر. الفراكتشر بيبدا along الكانال وول وجرو اوتورد عند الروت سيرفيس. Certain root shape و size بيبقى more susceptible انه يحصل له vertical root fracture. For example الroot اللي فيه deep facial و lingual لكن narrow mesial and distal. Susceptibility بتاعت الroot fracture بتزيد عن طريق excessive dentine removal اثناء الكنال preparation, excessive condensation force نتيجة الكمباكشن بتاعت الجتابركة. Radiographically the vertical root fracture vary from no significant change لحد resorption pattern. في الـ chronic case ممكن show hanging drop radiolucent appearance. كوهن عمل قال ان الـ vertical root fracture ممكن اشوفه بالراديوغراف as J-shape radiolucency appear as halo defect حوالين الـ involved root. التريتمنت بتاع الفيرتيكال روت فراكتشر عباره عن اكستراكشن في موست اوف ذا كيسز. في المالتي روت تيس ده ممكن اعمل روت ريسكشن او هيمي سكشن ان انا هقص الروت او هقسم السنه نصين علشان اشيل الروت اللي فيه المشكله. بس ده طبعا ليه كرايتيريا كتير هناخدها ان شاء الله في الكراك والفيرتيكال روت فراكتشر. عشان اعمل prevention للroot fracture لازم اعمل avoid weakening للcanal wall, minimize the internal wedging force. عشان امنع vertical root fracture لازم اتجنب over preparation للcanal, بستخدم less taper و more flexible compacting instrument عشان اعمل control للcondensation force while the obturation. The post shouldn't be used لغاية لما necessary to retain the tooth يعني ما حطش في كل tooth post إلا إذا كانت محتاجة فعلا retention للكور. دي صورة إن في excess pressure نتيجة ال post placement حصل vertical root fracture للroot. رابع حاجة في الـ obturation related mishaps الـ post space perforation ده iatrogenic perforation أثناء الـ post space preparation ناتج من poor clinical judgment و improper orientation للـ post preparation drill. الـ perforation recognize الـ perforation عن طريق sudden appearance للـ blood في الكنال أو من خلال الـ radiograph. Treatment للـ post space perforation involve the same principle زي الريبير لأذر perforation. الماتيريال زي الدنتال امالجم كالسيوم هيدروكسيد جلاس ايونومر كومبوزيت ريزن فريز دراي بون وتراي كالسيوم فوسفيت كل ده بستخدمها as a perforation repair material. Prevention لازم اعمل evaluation للروت اناتومي والفاريشنز بتاعته. Avoid excessive use للجيتس جلادن او البيزوريمر تو كات زادنتين ويوز السولفنت علشان تعمل دي سولفنج للجتابرك. نيجي لاخر طيب من المسهابس الميسلينيوس مسهابس ده الهايبوكلورايد اكسيدنت نتيجة فورسفول اكستروجن للصوديو هايبوكلورايد اريجنت. السيمتومز هتكون بين سويلنج وهيموريدج وإكيموزيس.
ده بعمل ريأشور للبيشنت بديله أنتيبيوتيك أو لا. كان زمان بيقولوا مش هندي أنتيبيوتيك، بس ريسنتلي قالوا إن لو البيشنت كان عنده نيكروتيك كانال هدي أنتيبيوتيك، لو كان فيتال بالب مش هدي أنتيبيوتيك، هدي معاه أنالجيسكس وأنتي هيستامينكس، بعمل على طول كولد فومنس انيشيالي وبعد كده بخليه لما يروح البيت يستخدم الهوت بعد ما بيعدي عليه 24 ساعة. لو في سويلنج بعمل انسجن ودرينج، لو في سيفير كيسز بعمل هوسبيتاليزيشن ممكن يحتاج لسيرجري. بالنسبة للبروجنوزز بيكون فافرابل او ممكن يحصل باراسيزيا سكيرينج او ماسل ويكنس. البريفنشن طبعا بيتر زان التريتمنت عن طريق باسيف سلو اريجيشن واستخدام سبيشال نيدلز للاريجيشن. دي صورة البيشنت حصل معاه الصوديوم هايبوكلورايد اكسيدنت، سواء كان في سويلينج او بين او بليدنج او ايكيموزس. تاني مسهابس التيشو انفيزيما نتيجة اير دراي اوف ذا كانال ديورينج السيرجري او استخدام الهيدروجين بيروكسايد اريجنت. ديتكشن السيمتوم في ديسفاجيا او ديزنيا، رابيد سويلينج او اريسيما كريبيتاس وريسبيراتوري ديفيكالتي. بالكوركشن ازاي؟ ريأشور وباليتيف كير انتيبيوتيك واعمل كليرينج للاير واي. بريفنشن استخدام البيبر بوينت هوريزونتال بوزيشن للاير سيرنج، وفي السيرجي لازم يكون في اسبيريشن. دي صورة للتيشو انفيزيما. ثالث نوع من الميسيلينيوس مسهابس الانسترومنت اسبيريشن وانجيشن. الاسبيريشن للانسترومنت اوكير ديورينج الاندودونتيك ثيرابي اف اكسيدنتلي دروبت ان ذا ماوس، اوكير سبيشيالي لو الرابر دام نوت ابلايد، هاي فوليوم ساكشن تيب هيموستيزس او كوتون بلاي هيلبفول اونلي في سام كيسز لما الاوبجكت بتكون اكسسبل في الثروت. Medical care needed. The patient must be provided medical care for examination, سواء radiograph للشست أو الابدومن. This accident can be prevented عن طريق استخدام الرابر دام and tying up a rubber dam clamp أو endodontic instrument with forceps. زي ما احنا شايفين ممكن الانسترومنت يدخل جوه اللانج ويعمل fibrosis، ممكن يدخل جوه الثروت. كمان من سبب البريفنشن للاسبيريشن استخدام الرابر دام، كمان ان انا اعمل تاينج للكلامب بالدنتال فلوس، حاس حتى لو الدنتال كلامب وقع جوه بق البيشنت ممكن ان انا شده بالدنتال فلوس. الليرنينج اوبجكتيفز للمحاضره دي الاندودونتيك مسهابس، ان انا اعرف الكلاسيفيكيشن بتاعه المسهابس سواء في الاكسس او في الراديكولر، detection, prevention, correction و prognosis. وفي الobturation اعمل detection و prevention والetiology والcorrection والprognosis والمسهاب اثناء الirrigation والmiscellaneous mishaps. كل مسهابس اقدر ان انا اعمل لها detection ازاي و correction و prevention و prognosis. Thank you.